إمامنا جعفر بن محمد الصادق ثالثا بأعلى أصواتكم. الله صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المنتجبين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد الصادق. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، حيث أنه لم يبقى لنا من الوقت إلا القليل، فأحببت أن نأخذ درسا واحدا من حياة إمامنا الصادق في ذكرى شهادته سلام الله عليه. روية عن أبي بصير أنه قال: دخلت على حميدة زوجة الإمام الصادق عليه السلام بعد وفاة الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه وعزيها بأبي عبد الله، قلت فبكيت، فقالت: يا أبا بصير، لو شهدت جعفرا حين حضرته الوفاة لرأيت عجبا. قلت: ماذا؟ قالت: في آخر لحظة عند وفاته فتح إحدى عينيه وقال: اجمعوا لي أهل بيتي وأقاربي كلهم. فجمعناهم له، ثم نظر إليهم بعد أن تأكد أنه لم يبقى أحد إلا وجاء، قال لهم سلام الله عليه: إن شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة، إن شفاعتنا لن تنال مستخفا بالصلاة. هذا يدل على أهمية هذه الوصية، وهي في آخر لحظة. الإنسان في آخر لحظة يهتم بأمور كثيرة، ولكن أن يصل الأمر إلى هذا الاهتمام بالصلاة، وليست الصلاة فقط، وإنما الإمام لا يقول من يصلي أو لا يصلي، يقول اللي يستخف بالصلاة لن تناله هذه الشفاعة. لماذا؟ باختصار نقول: الصلاة هي عمود الدين، والصلاة هي الصلة بين الإنسان وخالقه، والصلاة هي المودة أو التعبير الصادق عن المحبة والمودة لله عز وجل التي يحملها الإنسان. فمن كان محافظا عليها يعني كان له علاقة بالله عز وجل جيدة، ومن لم يعبأ بها، أنا لا أقول لا يصلي، الذي لا يصلي كلام لنا كلام آخر فيه، ولكن نتكلم عن من يصلي ولكن لا يهتم بها. الإمام يقول: الذي يستخف بالصلاة لن تفيد باللغة العربية التأبيد، يعني أبدا لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. ما هي مظاهر الاستخفاف؟ أول شيء من مظاهر الاستخفاف أن الإنسان يؤخر الصلاة، فإذا كان مشغولا بأمر ما يقول: الآن عندي شغل، والآن كذا، والآن كذا، وتمر عليه الأيام والسنين، وإذا به ممن يكون مصداق لهذا الحديث. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. في آية أخرى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا نوع من الاستخفاف، إنسان لا يعبأ بها، لا يهتم بها. إذا جاءه شغل يقول، إذا عنده شغل وعنده صلاة يقول لصلاته عندي شغل، الصح أن يقول لشغله عندي صلاة. لماذا؟ لأن موعد الله، الله ضرب لك موعدا في اليوم والليلة على الأقل 3 مرات، هو الذي يحدد لك الموعد. ليست أن تقول أنا ما يمكن أصلي يعني 3 مرات باليوم وصعب، خليني أرجع للبيت وأصليهم مع بعض كما يفعل البعض. الله هو الذي أرادك أن تكون في هذا الوقت، هذا وقته ليس وقتك. وفي الرواية أنه الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لملائكته أن الإنسان يخفف في صلاته، يخفف. بعض الناس مستعجل، عنده موعد وتأخر، سواء عند مدرسة، عند شغل، عند موعد دكتور، يخفف الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي. هذا الإنسان، ما مضمون الرواية،
هذا الإنسان يخفف من صلاته ويظن بأنه حاجته عند الناس، ولا يعلم أن حاجته عندي. أنا قاضي الحاجات، أنا مسبب الأسباب، أنا صاحب المواعيد كلها. يمكن يروح بالسيارة بالطريق وينتهي كل شيء. فليش استعجل هذا الإنسان؟ ولذلك ورد الأحاديث كثيرة في هذا المجال، أحاديث كثيرة لست في مقام ذكرها الآن، ولكن أشير إلى إشارات للفائدة في ذكرى الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. طبعاً الصلاة هي عروج الإنسان، الصلاة صلة بالإنسان، الإنسان يعبر عن علاقته بالآخرين من خلال اهتمامه، هذا شيء طبيعي. واحد يقول له أنا أحب الله بقلبي وكذا، ما بدي أصلي، لأن أصلي آخر النهار، لكن الله أحب الله، كله كلام هذا. إذا واحد صديق لك وتزوره ولا يهتم بك، لا يرحب بك ولا يتكلم، جالس كما يسوون البعض مع الأسف أمام التلفزيون يقلب الشانل وكذا، ما أصلا مو دخل فيك أنت، كأنه حجارة جالس إلى جواله، هذا ما يسمى اهتمام، هذا disrespect كما يقولون، خلاف احترام. واحد نفس الشيء يصلي وفكرة مشغول، فكرة في أماكن كثيرة، مستعجل، كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى رجلا دخل المسجد وصلى سريعا فقال نقر كنقر الغراب لئن مات هذا على هذه الصلاة ليموتن على غير ديني. نعم، إذا الإنسان يبقى دائما مستعجل بالصلاة، الصلاة بها شروط، اطمئنان بها. شوف أنت بعض الناس يشير رأسه من الصلاة من الركوع ورأسا دغري على السجود، لم يطمئن، لم يقم قيام، لابد يعرف هذه الأمور. زين، هناك اطمئنان فيها، هناك أمور تدل الإنسان المهتم كان ينتظر وقت صلاته. شوف الإنسان الآن ينظم حياته على ضوء الصلاة، المؤمن، المؤمن الحقيقي حياته أول شيء فيها صلاته، بعدين ينظم أمور على ضوئها. مثلا عنده موعد، عنده كثير من الناس تلفن دكتور عندي موعد، والله الموعد ساعة واحدة ونص، لا سوي بثنتين، في إمكانية، مو اليوم بكرة. المؤمن الذي يهتم للصلاة ما يسوي موعدة مع الصلاة، واحد تلفل لك وقت الصلاة. دائما بعض الناس ما عنده توجه للأمور، وقت الصلاة تلفل لك، ما تشيل التليفون، ما تشيله. زين، الأمور الأخرى في حياة الإنسان إذا لم يرتبها على ضوء الصلاة حقيقة يضيع. والصلاة تعطي الإنسان طاقة في حياته، يشعر بالراحة، يشعر بالإطمئنان. جربوا، جربوا الذي يصلي في الوقت وبتوجه، يشعر بطاقة روحية ونفسية تظل من إلى آخر النهار تبقى معه. وبعكسه الذي يرجع حتى لو صلى بالوقت، إذا رجع إلى البيت وصلى متأخر وأخر الصلاة تقول له الصلاة لقد ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. ليست قضية أنه صحيح الله تركنا مجال يمكن 5 ساعات أو 6 ساعات حتى نصلي، ولكنه أرادنا في الوقت أن نكون في هذا الوقت حتى نصلي. وحذر الإمام باقر عليه السلام جاء عنه لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته، وقال في حديث آخر لا يرد علي الحوض، لا والله من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض. والأئمة عليه السلام كلهم طبعا أكدوا على هذا، وكلنا يعرف في أنه في عاشوراء نحن نقرأ هذا كل عاشوراء، أنه الإمام الحسين عليه السلام واحد من أصحابه قال له، نظر إلى السماء قال أظن أن الصلاة قد قرب وقتها، ماذا قال له الإمام؟ قال نعم صدقت، جعلك الله من المصلين. هذا أحسن دعاء، جعلك الله من المصلين. نحن ندعو في قنوتنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مو بس أنا، ومن ذريتي ربنا وتقبل. دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، مو بس أنت، يمكن في بعض الآباء يصلي على الوقت لكن ابنه ما يصلي بالشغل، يرجع الابن يومية، وهذا طبيعة الحياة في البلد هذا، يرجع لأنه بالشغل يستحي يصلي حقيقة، بعض الناس يستحون وإن كان ما فيها حياة. لا، إنسان مسلم يصلي، والآن يعني هم أنت صليت أو ما صليت ما راح يرضى عنك، ما راح يجيبهم، صليت أو ما تصلي. بعض الناس بالطيارة يسافر، كم مرة سافرت واحد سألني قال لي أنا أخذ صلاتي قصر ولا تمام؟ قلت أي صلاة؟ قال صلاة بالطيارة، كنا مع بعض. قلت لماذا لم تصلي؟ قال ما إحنا بالطيارة. ولا بالطيارة، من قال لك أنه صلاة تسقط بالطائرة؟ بعض الناس يروح للمستشفى، الله يبعد عن الجميع إن شاء الله المرض، بالمستشفى يظل أسبوع أسبوعين يقول ما مصلي أنا،
ليه ما تصلي؟ يقول مجتنبي ذنب ونجاسة. من قال لك أن النجاسة تمنع من الصلاة؟ صلي كما أنت. الصلاة لا تسقط بحال. ما يسأل الإنسان، لو يسأل إن شاء الله يكون كل جسمه مكسر وكل ذنب، يصلي بعينه، يحرك عيونه يصلي، لا يقول والله نجس أنا الآن وكيف أتوضأ وكيف أطهر. يصلي كما هو بالطائرة، يصلي قيام، يقوم، إذا ما منعوه أو إذا ما عنده مجال يقوم يصلي على الكرسي، مو هو جالس على الكرسي بالطيارة من أولها، لا، يقوم يجرب يصلي قيام، لأنه القيام شرط في الصلاة. لا تسقط الصلاة بحال من الأحوال، والإنسان لو يجرب لا يجد أن هناك استغراب، يمكن يخافوا منك يفزعوا، هذا شأنهم، ليس شأنك، شأنك أن تصلي وتقيم هذه الفريضة التي أوجبها الله عز وجل. الصلاة التي لا تقبل كما في الروايات أن بعض الصلوات لا تقبل، يعني أجرها قليل، مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني اللي جواره جامع وصلاة جماعة تقام، هو في 4-5 ميلات وفي شغل السيارة ويصلي ومريض يصلي. الحديث يقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، المسجد يعطل. أهمية صلاة الجماعة بالذات في الإسلام أهمية كبيرة، ولهذا ثوابها لا يحصى. اجتماع المؤمنين شيء مهم. طبعا لا أقول أنه باطل الصلاة بالبيت، وإنما أجرها قليل وقليل جدا. وورد في الحديث أن الصلاة أولها جزور، يعني جمل، وآخرها عصفور. إذا واحد أخرها يكون أجرها جدا قليل وبسيط. في الإمام الصادق عليه السلام له رواية في هذا المجال، يقول أنه كيف يصلي الإنسان، يقول والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، والعياذ بالله. 50 سنة صار يصلي والله ما قبل منه، فأي شيء أشد من هذا؟ بعد في مصيبة أكثر من هاي المصيبة؟ 50 سنة يروح على الحمام، أجلكم الله، يقضي حاجته على الواقف، ما يتطهر، يجي يصلي بالمصلى، صلاته باطلة. كم مرة قالوا لي، 10 مرات، إنه يا سيدنا احكي، في ناس يتوضأ يروح بالحمام يؤدي كذا يقضي حاجته ورأسا على شو اسمه على الصالون، ما أدري كيف هذا يصلي، ملابسه إذا بها قطرة بول هي نجسة. الصلاة ملابس الطاهرة، الملابس النجسة تبطل الصلاة. الوضوء ما أدري شو يكون وضوء هذا. على كل حال تأتي عليه 50 سنة وما قبل الله له صلاة، لأن ما يسأل زين. فأي مصيبة أكثر من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها من لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا الحسن. لو الآن صلي الواحد من الناس هذه الصلاة اللي هي مخربطة، يعني إذا واحد عادي جيرانك ما يقبلها منك، إذا واحد جالك الآن تقول له مرحبا لك من بعيد مثلا وانت داير وجهك عنه، أو تقول له هاي بس بشكل يعني مبين علاقات كما يقول من وراء المنخارة ومن الخشمة، يعني هيك يعني من علاقة سطحية لا يقبلها منك، يعرف أن أنت عم تكذب عليه البعيد. كيف الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى يعلم بأنك لم تتوجه إليه؟ أنت جاي تصلي حتى مجبور على الشيء أو عادة، وهذا كما ذكرت في بعض الأشعار، هذا زمان أكل أهليه الربا، وبه الصلاة عبادة من غير باء. عبادة شيل منها الباء تصير عادة. عادة، نعم، الخير عادة والشر عادة، ولكن لا نريد الصلاة أن تكون عادة. الصلاة التي يقوم الإنسان كسلان فيها، هذه الصلاة لا قيمة لها، صلاة لا تقرب الإنسان من الله عز وجل. ولهذا نجد أنه آثار التهاون بالصلاة كثيرة. عن الزهراء أختم به الحديث، الزهراء عليه السلام تقول سألت أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له يا أبتاه ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء، واحد ما يدير بال للصلاة. طبعا التهاون قلنا أو الاستخفاف، إما يأخر الصلاة، إما ما يقوم بها بحدودها، يعني وضوء غلط مثلا، الطهارة، الأمور هذه الأخرى ما يؤديها، يصلي هكذا مثل ما كان، أو أنه لا يأخرها كلها للصلاة عن وقتها أصلا تخرج قضاء. قال يا فاطمة من تهاون بصلاتي من الرجال والنساء ابتلاه الله 15 خصلة، 6 منها في دار الدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، و3 في القيامة. اسمعوا، إذا خرج من قبره
فأما اللواتي تصيبه في الدنيا فالأولى يرفع الله البركة من عمره ويرفع الله البركة من رزقه ويمحو الله عز وجل سماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، لأن الصلاة تبع العمل تبع الإنسان تبع لصلاته، ولا يرفع دعاءه للسماء. والسادسة ليس له حظ في دعاء الصالحين، وأما اللواتي عند الموت فأولاهن أن يموت ذليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروى عطشه. وأما اللواتي في القبر تصيبه في القبر فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، والثاني يضيق عليه في قبره، والثالث تكون الظلمة في قبره. وأما في يوم القيامة إذا خرج من قبره فأولاهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثاني يحاسب حسابا شديدا. المؤمن يحاسب حسابا يسيرا، هنا يحاسب حسابا شديدا. والثالثة وهي الأصعب، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. في القرآن الكريم الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الأب والأم اللي ما يهتمون بالصلاة مش راح يخلفوا أولاد مصلين أبدا، إلا نادرا يعني، مش راح يخلفوا أبناء مصلين. ينطبق هذا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ماذا سيلقون؟ فسوف يلقون غيا. لما يكون الأب يفتح عينه سواء صلاة الصبح سواء الظهر المغرب، على الأقل باليوم مرة يجتمع العائلة، يجتمع يصلوا كلهم مع بعض، حتى لو مو جماعة يجتمعوا مع بعض يصلوا كلهم، يقرؤون دعاء، يقرؤون في الشيء من القرآن الكريم. أما لا، الصلاة منسية، يمكن بالخميس يصلي مرة واحدة، وبعض الناس حتى الخميس ما يجي مش نشوفه. هذه حقيقة استخفاف بالصلاة، وهذا تضيع للصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المصلين، كما دعا الإمام الحسين عليه السلام لهذا من أصحابه: اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، اللهم وفقنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.